رجع معنا ضيفنا بالملف الطبي والأجهزة الجديدة بمركز ضبط التخصصي محمد يوسف حمادي. يسعد صباحك من جديد. يسعد صباحكم، آسف عن قطاع الاتصال. ولا يهمك، أكيد منقدر، يعني الإنترنت ممكن يقطع بأي لحظة. أستاذ محمد، يعني كنت عم بسألك قبل ما يقطع الاتصال إنه شو هي الأجهزة الموجودة غير اللي حكينا عنها الجديدة، وأيضا التخصصات الموجودة بهذا المركز، وأيضا بالنسبة للأسعار، هل الأسعار بتتوافق مع معيشة الناس؟ هلا نحن حاولنا نأمن هدول الأجهزة البطارية الدائمة بأنواعها، ومزيل الرجفان البطينة كمان بسبب حاجة يعني المرضى لألهم، أمناهم، والتأمين الكادر المدرب والمهيئ كمان لألهم، وجهاز المعايرة الخاص فيهم. بس بيعتكم أجهزة أخرى يعني غير الأجهزة الجديدة اللي حكينا عنها موجودة بالمركز، يعني باختصاصات أخرى أقصد؟ هلا هي الإضافة هو جهاز القسطرة القلبية بيكون يعني هو الأساس الموجود بس، ولكن هدول الأجهزة يعني حديثا تم إدخالها اللي هي البطاريات الدائمة يعني وال يعني والجهاز المعايرة. للأسف رجع يمكن انقطع الصوت. والتدريب يعني يعني تم في الجانب التركي يعني تدرب الكادر عليها، والحمد لله اجت العمليات كلها بنجاح تام الحمد لله دون اي اختلافات. طيب استاذ محمد، السؤال الاهم اليوم، في مراعاه للمرضى؟ يعني في اتفاق معين بانه يكون مثلا في حالات تعالج مجانا، وهل قادرين كل الاشخاص اليوم على دفع تكاليف العلاج؟ حقيقه يعني وضع اهالينا معروف يعني يعني بالمحرر، تكاليف هاي العمليات هي يعني كبيره وباهظه جدا عليهم. يعني تكلفه البطاريه الدائمه تراوح حوالي 3500 دولار يعني يعني هاي اقلها في 4500 تقريبا لمزيل الرجفان. يعني هي تكاليف كثير، عبء كثير كبير على اهالينا. يعني ما في الا في المجان. يعني مشكورين هي الجمعيات والمنظمات الإنسانية ممكن عم تقبلكم حالات يعني أو عم تساعد فيها، تتعاون مع قسم كبير من المرضى. جميل. عم تأمنهم يعني بالأمور المالية حتى إنه يعني إنه تقام هذه العمليات، وصعوبة يعني دخول هيك مرضى كمان للجانب التركي. يعني كانت تقدم في المجان ولكن كمان هلا يعني اختلف شوي الموضوع. طيب استاذ محمد، يعني كنا عم نحكي تحت الهواء منقطع الاتصال معك عن تقييمك وتقييمنا نحن اللي عم نشوف فعلا يوميا في تقارير جميله ويعني بتفرج حل القلب، لانه في تطور ملحوظ اليوم بالملف الطبي والقطاع الطبي ككل، في مؤتمرات عم تراعي هذا التطور السريع بالطب، وايضا عم نشوف أجهزة جديدة مثل الأجهزة اللي استخدمتوها لمركز ضبط تخصصي، وأيضا أجهزة أخرى وافتتاح مراكز أخرى. تقييمك للقطاع الطبي بشكل عام بالشمال؟ لا، تقييم الواقع الطبي يعني قفز قفزة نوعية جدا الحمد لله رب العالمين. جميل. في منطقتنا يعني تجاوز كل المحن، كل الصعوبات، يعني جميع الزملاء وأخوتنا الأطباء يعني كل مين يعني حاول يعني يقوم يعني من نقول تحت الركام لننهض يعني في واقع طبي جيد جدا باذن الله، نعتبره جيد جدا. كل يعني كل المبادرات بالامس يعني كان في مؤتمر امراض القلب يعني كان كمان يعني غطينا له صدى جيد جدا الحمد لله رب العالمين. يعني جمعيه من الاطباء من زملائنا قاموا فيه، وكلها يعني دراسات وابحاث جديده كلها تطبق يعني بمجال كمين بمجال اختصاصه وعمله. كثير حلو، اكيد نسعد بهذه الاخبار. شكرا جزيلا لك وكل التوفيق لكم بمركز نبض التخصصي محمد يوسف حميدي مدير مركز نبض. شكرا لوجودك معنا بصباح سوريا من ادلب.